فتكون محبة المؤمن بحسب قربه من الله، كلما كان من الله أقرب زادت الموالاة وزادت المحبة، وكلما كان عن الله أبعد قلت الموالاة وقلت المحبة. لكن لا تنعدم، لا تنعدم طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طالما أنه مسلم لا تنعدم هذه الموالاة، بل يبقى لها أثر ولو كان يسيرا. والمهم أن هذه المحبة تزيد وتنقص بحسب قرب وبعد هذا الإنسان من الله. ولا يجوز ما يقع من البعض الآن، الموالاة والمعادات بحسب القرابة النسبية بينه وبينه، أو الحزبية عند المتحزبين مثلا، أو هذا ولدنا يعطيه منصبا يستحقه غيره لكونه من جماعته أو من أنصاره أو من محبيه أو من كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز تفرق بين المؤمنين. أو هذا يحمل نفس أفكاري فأعطيه هذا المنصب حتى ينفعني بهذا، هذا كله لا يجوز. وإنما المحبة والموالاة تكون بحسب قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى.